بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم حلقه جديده مع كوره كل يوم. النهارده في الجزء الثاني من حلقتنا ان شاء الله هيكون معانا كابتن حماده صدقي نجم منتخب مصر والنادي الاهلي السابق والمدير الفني الحالي لنادي سموحه، اللي كان يعني ما شاء الله السنه دي فرقه مميزه جدا ووصلت لنهائي بطوله الدوري ونهائي بطوله الكاس، ولكن مش عايز اقول نقص الخبره، ولكن يعني تكت البطولات يعني لسه مش موجوده في نادي سموحه، او ما كانش في توفيق. نادي سموحه كان قريب في مباراة الأهلي، كان قريب في مباراة الزمالك، ولكن ما قدرش يحصل على بطولة، ولكن حصل على المركز الثاني في بطولة الدوري والثاني في بطولة الكاس، وهيشارك في دوري أبطال أفريقيا في الموسم القادم. وفي صفقات جديدة لنادي سموحة ولاعبين يعني ممكن يكونوا تدعيم كويس لنادي سموحة في الموسم القادم. هنعرف كل التفاصيل مع الكابتن حمادة صدقي، وبصراحة يعني نحتفل بيه السنة دي بموسم رائع قضاه مع نادي سموحة كمدير فني طبعا، ومجلس الإدارة المهندس محمد فرج عامر ودكتور إسماعيل فايد وكل أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة كنادي ناجح ومؤسسة ومنظومة محترمة جدا في نادي سموحة. نبدأ بأخبارنا، ودايما إحنا متعودين بيبقى عندنا الحمد لله شوية حاجات حلوة كده بنقولها وربنا بيكرم. يعني امبارح كنا اتكلمنا في موضوع سيد معوض وقلت لكم مش هيكمل مع النادي الأهلي، وهتحصل جلسة ما بينه وبين كابتن علاء عبد الصادق عشان ينهي قصته مع النادي الأهلي بشكل مرضي للطرفين، وفعلا يعني لسه من 24 ساعة بقول الكلام ده، النهاردة بيتحقق فعلا، وصحينا الصبح على خبر ان سيد معوض مش هيكون موجود في النادي الاهلي الموسم القادم. نفس القصة لاحمد شكري، قلت لكم برضو احمد شكري انه يعني كان الفترة اللي فاتت اليومين اللي فاتوا قالوا ان احمد شكري مكمل في النادي الاهلي والكلام ده، قلت لكم لا يعني لسه قصة احمد شكري ما خلصتش، في كلام برضو ان هو لسه مش هيكمل، وفعلا برضو عرفنا النهاردة ان احمد شكري خارج قائمة النادي الاهلي في الموسم القادم. قلنا الكلام ده ومعايا اللي احنا قلناه بالظبط، عشان الحمد لله لما بنقول حاجة يعني بنبقى عارفين ومتأكدين منها، معلوماتنا مميزة الحمد لله. طيب يعني هنطلع بيها، بس عايز اقول شوية اخبار عن النادي الاهلي وبعدين افرقوا على الحاجات اللي احنا قلناها على سيد معوض وعلى احمد شكري. خلاص المدير الفني الاسباني للنادي الاهلي خوان كارلوس جاريدو استقر على 4 أسماء هيقيدهم في قائمة النادي الاهلي الافريقية في الكونفدرالية. اختار باسم علي الظهير الايمن، واختار محمد فاروق لاعب نادي المقاولين المهاجم، واختار كمان رمضان صبحي لاعب الوسط المهاجم في النادي الاهلي وناشئ النادي الاهلي، واختار حسام غالي، هم اللي هيكونوا الاربعه الموجودين في قائمة أو هيتم إضافتهم لقائمة النادي الأهلي الأفريقية إن شاء الله. حسام غالي، رمضان صبحي، محمد فاروق، وباسم علي، 4 أماكن مختلفة في الملعب النادي الأهلي محتاجهم في الفترة القادمة. هيكملوا طبعا قائمة النادي الأهلي الأفريقية. النادي الأهلي عنده مباراة مع سيوي سبور يوم 27 القادم إن شاء الله بإذن الله، أو يوم 26 يوم السبت القادم النادي الأهلي هيلعب، و 28 لعيب في قائمة النادي الأهلي المحلية. هقول لكم الأسماء ال 28 اللي هيأيدهم النادي الأهلي في قائمة المحلية، بس هو مفروض 25 يعني في مفروض القائمة السنة الجاية 25، لكن هقول لكم ال 28 اسم معايا، مش عارف بقى هيتصرفوا ازاي في الثلاثة الزيادة منهم ال 28 دول، منهم اللي هم خمسة بتوع تحت السن، انتوا عارفين ان في 5 مواليد 93 و94 هيتم اضافتهم الى القائمه، او هيبقوا يعني الخمسه اللي هم فوق ال 25. فهقول لكم الاسماء بقى كلها: 28 شريف اكرامي، احمد عادل، عبد المنعم، مصعد عوض، حراس مرمى، محمد نجيب، سعد سمير، شريف عبد الفضيل، لؤي وائل، رامي ربيعه، باسم علي، صبري رحيل، حسين السيد، حسام عاشور، احمد خيري، حسام غالي، محمد حسن، تريزيجيه، وليد سليمان، عبد الله السعيد، موسى ايدان، محمد فاروق، محمد رزق، اسلام رشدي، محمد سعيد اللي هو كريم بامبو، هو اسمه محمد سعيد، انا اول مره اعرف القصه دي. كريم بامبو اسمه الحقيقي محمد سعيد. وفي خط الهجوم عمرو جمال وعماد متعب واحمد عبد الظاهر وصلاح الدين الاثيوبي ومحمد ناجي جده. فاكرين لما قلت لكم ان احمد عبد الظاهر هيرجع من ليبيا؟ الكلام ده من 3 شهور، قلت لكم اعارته هتخلص وهيرجع تاني لقائمة النادي الأهلي، والأهلي هيضمه للقائمة. قلت لكم برضو وكنا انفرضنا موضوع صلاح الدين اللاعب الإثيوبي قبل ما ينضم إلى النادي الأهلي. الأهلي يعني فتح خط كده مع طارق حامد لاعب نادي سموحة، مستر خوان كارلس جاريدو المدير الفني النادي الأهلي عجبه جدا أداء طارق حامد، ويعني معجب بالولد ونفسه يضمه للنادي الأهلي.
اللعيبه اللي في النادي الاهلي المستبعده اللي هي خلاص هتكون خارج القائمه هتجدول مستحقاتها اللي هم ليهم عند النادي الاهلي مع بقيه اللعيبه، يعني بقيه اللعيبه الموجودين الحاليين مثلا هيصرفوا 15%، اللعيبه برضو المستبعده في نفس التوقيت هتصرف فلوسها مع اللعيبه الموجودين. تعرفين ان في 7 مشيوا من النادي الاهلي، سيد معوض واحمد شكري واحمد رؤوف واحمد نبيل مانجا واحمد شديد وشهاب الدين احمد والسيد حمدي، كل دول احنا قلنا عليهم وقبليها بفتره ما عدا احمد نبيل مانجا، دي ما كانتش المعلومه دي ما كانتش عندي ان احمد نبيل مانجا هيمشي من النادي الاهلي، واحنا قلنا ان ممكن يكون الموقف اللي اتقال انا ما اعرفش برده في موقف حصل فعلا بينه وبين كابتن احمد ايوب ولا لا، ان مشاده والكلام ده، ممكن الموقف ده اللي خلى احمد نبيل مانجا خارج النادي الاهلي. طيب النهارده كان في مؤتمر صحفي للنادي الاهلي بيقدم فيه الصفقات الجديده، الصفقات اللي النادي الاهلي اشتراها، محمد فاروق، محمد رزد، اسلام رشدي، صلاح الدين، بس صلاح الدين لسه في بلده في اثيوبيا ما جاش، باسم علي، كل اللعيبه النهارده اللي كانت خلاص الصفقات الجديده للنادي الاهلي كانت موجوده النهارده في المؤتمر الصحفي. طبعا عوده حسام غالي، حسين السيد اللاعب النادي الاهلي السابق واللي انضم لمصر المقصه ورجع تاني للنادي الاهلي، دي اجزاء من المؤتمر الصحفي. محمد فاروق اهو واسلام رشدي، كل اللعيبه دي طبعا انضمت للنادي الاهلي مع لؤي وائل كمان المساك اللي كان محترف في نادي ليرس البلجيكي. حسام غالي بقى رجع كابتن للنادي الاهلي، طبعا كابتن وائل جمعه موجود اهو كمدير للكوره في النادي الاهلي، كابتن عبد الصادق، عماد متعب هيلبس السنه الجايه رقم 10، شريف اكرامي رقم 1. طبعا النادي الاهلي يعني حلو قوي المؤتمر الصحفي، دي حاجه منظمه جدا وحاجه جميله جدا، كل شيء مرتب وكل لعيب بالتيشيرت بتاعه هيلعب السنه الجايه برقم كذا، فحاجه ظريفه جدا يعني نوع من انواع التنظيم والجماهير تبقى عارفه وتقديم اللاعبين في الموسم الجديد، وحاجه شيك يعني حاجه عجباني جدا. ده حسين السيد. طيب احنا معانا الكابتن سيد معوض على التليفون، خلص المؤتمر الصحفي وناخد كابتن سيد. يا كابتن سيد، كابتن سيد، كابتن كريم، ازيك كابتن سيد؟ كل سنه طيب وانت طيب يا كريم، ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ وحشني جدا يا سيد. الله يكرمك. تمام والله الحمد لله، انت ايه الاخبار؟ والله الحمد لله سيد، يعني ما شاء الله. طبعا سيد معوض مش هنتكلم عليه دلوقتي، لكن لعيب كبير، لعيب مميز، تاريخ كبير داخل النادي الاهلي وداخل منتخب مصر، بطولات كتيره حققها سواء هنا او هنا، حتى مع النادي الاسماعيلي لما كان بيلعب في النادي الاسماعيلي. يعني كنا عارفين ان انت مش هتكون موجود او مش هتكمل خلاص، وكان الكلام ده يعني في شعور منك انت، او انت ابديت شعور بكده، لكن عايز اعرف التفاصيل منك يا سيد، ايه اللي حصل الفتره الاخيره؟ شفناك تراجعت وكملت شويه مع الفرقه، ولكن القرار الاخير اللي انت ما تكونش موجود في القائمه السنه الجايه، وهل هتكمل في كره القدم، هتلعب في حته تانية، ولا بتكتفي بالفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي؟ لا والله يا كريم، هو بص يعني انا مش عايز ادخل في تفاصيل كتير، يعني انا عايز اقول كلمتين هم دول اللي جوايا وهم دول اللي انا اقدر اقولهم، يعني او بمعنى اصح اللي انا عايز اقولهم. ايوه. الحمد لله، يعني انا بحمد ربنا بشكل كبير جدا على الفتره اللي انا قضيتها في النادي الاهلي، يعني الحمد لله، يعني كان شرف كبير ليا ان انا العب في النادي الاهلي، شرف كبير ليا ان انا اتعاملت مع كل الناس اللي اتعاملت معاها جوه النادي، سواء مدربين، سواء اداريين، سواء مجالس ادارات، سواء عمال في النادي، سواء لعيبه، سواء جمهور، فانا تشرفت بالفتره دي جدا، والحمد لله يعني الواحد عمل الى حد ما شيء جوه النادي الاهلي، فالواحد يحمد ربنا عليها وبيتمنى التوفيق للنادي الاهلي في الفتره الجايه، انما انا خلاص يعني انا عايز اتكلم في اللي جاي، يعني اللي راح بالنسبه لي خلاص، يعني هم دول الكلمتين اللي انا بقولهم عن النادي الاهلي وعن الفتره اللي انا قضيتها جوه النادي الاهلي، انا بتكلم في اللي جاي، اللي جاي ان شاء الله. لا يعني انا عندي ان شاء الله النيه ان انا استمر في الملاعب ان شاء الله، لقيت عرض مناسب خلال الايام الجايه دي ان شاء الله هيكون في قرار مني، وانا برضو عندي التفكير، يعني انا قدامي وقت اسبوعين كده ان شاء الله اخد فيهم قراري ان انا اكمل، او انت عارف برضو ان انا باصص برضو الناحيه ان هي ممكن يبقى في حاجه من ناحيه التحليل، ناحيه اعلاميه، حاجه زي كده. ده السنه دي ولا السنه الجايه؟ بقى يعني ما تلعب سنه بعد سنه؟ لا والله بص يا كريم، انا يعني ناوي عشان لو كده نرتب نفسنا بقى تنضم الاستوديو التحليلي على طول. انا ناوي اكمل في الكوره، بس لقيت عرض مناسب مثلا ان هو حاجه كويسه وحاجه يعني تليق للواحد وحاجه تعليه،
ما فيهاش مشكله، بس هي النقطه ما انا بقول لك يعني، انا النيه الاولى ان انا اكمل في الكوره، يعني ان انا اكمل بعرض مناسب في نادي مناسب ان شاء الله. ربنا يكرم. في كلام كده مكتوب ان وادي دجله يعني بيفكر في سيد معوض، حد كلمك ولا لسه؟ لا بص يا كريم، والله انا يمكن كويس ان انا كلمتك دلوقتي برضه، لان انا ايه، انا عايز اقول للناس كلها، انا ما فيش حد بيتكلم بلساني، انا بتكلم بلسان نفسي، لان انا بص هي اليومين دول انا عارف هتلاقي سيد معوض في يعني كل شويه حد هيكتب سيد معوض يتفاوض مع كذا، بعديها بدقيقه النادي نفسه يطلع ينفي، انت فاهم؟ فانا ماليش علاقه بالكلام ده، يعني انا لسه ما تفاوضتش مع اي حد خالص، لسه ما اتكلمتش مع اي حد تماما، يعني انا لسه باخد وقتي وبالراحه وكل حاجه، يعني انا مش مستعجل في حاجه، انت فاهم كريم؟ فانا مش عايز الكلام يكتر على ان سيد رايح مكان وسيد يعني لسه مفيش حاجه مؤكده، انت بتدرس، ممكن هيجي لك كذا حاجه هتدرسها بالراحه كده وعلى مالك وعندك الوقت. بس وهم دول الاتجاهين اللي انا قلت لك عليهم. زعلان من حد في النادي الاهلي ولا مشيت بشكل كويس يرضيك ويرضي النادي الاهلي وجماهيره؟ الحمد لله كريم، انا يعني فرحان جدا بالفتره اللي انا قضيتها جوه النادي الاهلي، ده اللي انا اقدر اقوله. انا بالنسبه لي انا لا، يعني انا الحمد لله يعني بعدي اي حاجه صغيره، لان انا يعني مش عايز اتكلم على حب النادي الاهلي، انا عايز اتكلم في حاجه واحده بس، ان انا اتشرفت ان انا اتعاملت مع كل الناس اللي اتعاملت معاها جوه النادي زي ما قلت لك في اول المكالمه، وكان شرف كبير ليا الفتره اللي انا قضيتها جوه النادي. ايوه انا هو ده طيب تحب تقول ايه لجمهور الاهلي يا سيد بعد يعني خلاص بقى، يعني نقول كام سنه؟ 7 سنين؟ 6 سنين. 6 سنين مع النادي الاهلي. كم بطوله يا سيد؟ 13 بطوله ما شاء الله. كم دوري وانت 8 ده ما كملتش 6 دوري مثلا؟ لا انا 4 دوري في، وفي سنتين اللي هو اتلغى فيهم اللي هي بتاع بورسعيد والسنه اللي هي اللي فاتت اللي اتلغى فيها. ايوه الدوري ما اتعملش، وثلاثة بطولة دوري ابطال افريقيا، وثلاثة سوبر افريقي، وثلاثة سوبر مصري. أيوة. الحمد لله، يعني الواحد يعني ارضى طموحه في النادي الاهلي بشكل كبير جدا الحمد لله. اكيد. جلستك النهائيه كانت مع الكابتن علي عبد الصادق؟ كريم انا مش عايز ادخل، انا مش هقول لك حاجه، انا بسالك، هو عيب يعني؟ انا مش هقول لك عملت ايه، بس كانت الجلسه الاخيره مع الكابتن علي عبد الصادق ولا ولا مجلس الاداره ولا رئيس النادي المهندس محمود طاهر ولا ايه بالظبط؟ لا لا انا ما ادخلش في تفاصيل في اي حاجه، انا قلت لك يعني انا اللي عايز اقوله بالنسبه للنادي الاهلي قلته. يعني انا مش هدخل في اي حاجه، انا خلاص يعني مثلا ايه قلت الكلمتين اللي انا عايز اقولهم بالنسبه للنادي الاهلي، انت تسالني في اي حاجه جايه معاك. احب اسالك في ايه؟ في اي حاجه جايه ماشي. ما انا بسالك في الانديه اللي انت هتفكر تروح فيها تقولي لسه. مش مديني فرصه خالص، مش فاتح المجال. انت عايز نكذب عليك يعني اقول لك على لا 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 طبعا. احنا بنقدرك يا سيد، واكيد جمهور مصر كله مش جمهور الاهلي بيقدر سيد معوض، والكلام ده مش مجامله، وانت انجازات كبيره سواء مع الاهلي او مع منتخب مصر، وحتى من اللعيبه اللي مشاكلها قليله، يعني ما سمعناش مشاكل قويه لسيد معوض او زعل او حاجات مثلا مش كويسه بتحصل داخل النادي او في منتخب مصر، فتاريخ مميز، واتمنى كمان انت تبقى بتفكر كويس عشان الخطوه الجايه هتبقى محسوبه، يعني ما تروحش في اي حته، لازم تبقى حاسب الخطوه الجايه عشان تفنش بشكل كويس يا سيد. لا ما زي ما بقول لك كريم والله، يعني انا يعني الاتجاهين دول اللي قلت لك عليهم دول برضو يعني في نفس الوقت، يعني انا ما همشي في الاتجاهين في نفس الوقت، ان انا اشوف ايه الانسب بالنسبه لي، وهي اذا كنت هكمل في الكوره فاكيد طبعا ان انا بالنسبه لي عايز اختار مكان كويس، مكان يكون مريح بالنسبه لي، ومكان ما يكونش فيه اي مشكله خالص، لان انت عايز تلعب برضه من غير ضغط خلاص. بالظبط بتريح دماغك، يعني الحمد لله الواحد لعب بضغط كتير جدا، فتلعب من غير ضغط اظن الامور هتبقى افضل بكتير. اكيد. بشكرك يا سيد، وبالتوفيق ان شاء الله في الخطوه القادمه، وربنا يكرمك باذن الله سيد معوض لاعب النادي الاهلي. هنكمل بس اخبار الاهلي. الاهلي هيحسم انتقال رامي ربيعه الى سبورتنج لشبونه يوم الاثنين القادم، بس يوم الاثنين هيبقى العيد، مش عارف بقى الاهلي هيبقى فيه اجتماعات ولا ايه في مجلس الاداره. اتحاد الكوره استقر ان مباراه السوبر، او يعني مباراه السوبر والاهلي احتمال تكون يوم 14/9 القادم ما بين الاهلي والزمالك، الاهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكاس. تعالوا نطلع نشوف المؤتمر الصحفي للنادي الاهلي النهارده قدم فيه لعيب. طب تعالوا نشوف الاول احنا كنا قلنا ايه امبارح على سيد معوض، واول امبارح على احمد شكري قبل قرار
النادي الاهلي بعدم وجودهم في القائمه في الموسم القادم. تعالوا كده نفكركم، يعني برضو الواحد بيحب كده يقول حاجه وبتحصل فبيبقى مبسوط. يعني المخرجين طبعا بيومي وعبد الظاهر عامل لنا الكلام اللي احنا قلناه اليومين اللي فاتوا. بالنسبه لموضوع سيد معوض، سيد معوض يعني اعتقد في طريقه للرحيل عن النادي الاهلي، هيبقى في جلسه ما بينه وما بين الكابتن علي عبد الصادق الفتره القادمه، وهيحصل يعني زي اتفاق كده بالتراضي ان سيد معوض يرحل وياخد مستحقاته بتاعه الموسم السابق او مستحقاته القديمه. وسيد مش هيبطل كوره، يعني لو مشي من النادي الاهلي مش هيبطل كوره، سيد هيلعب في حته تانية سواء داخل مصر او خارج مصر. احمد شكري لاعب النادي الاهلي بيقول ان هو توقع الاستبعاد من النادي الاهلي، وكانت مفاجاه ليه ان هو يستمر في القائمه. ولسه برضو خلي بالكم في كلام لسه على موضوع احمد شكري، رغم النادي الاهلي اعلن بعض الاسماء اللي مشيت، لكن في كلام على موضوع احمد شكري. لكن هو بيقول انا كنت متوقع ان انا امشي من النادي الاهلي، وكنت بدات اتفاوض مع انديه اخرى والكلام ده، لكن ان بقائه في قائمه النادي الاهلي مفاجاه لاحمد شكري. على فكره احمد شكري من اللعيبه المميزه جدا، ولكن مش عارف ايه قصته داخل النادي الاهلي، مش قادر يثبت نفسه كمشاركه اساسيه في ظل غياب لاعبين كبار، اعتزال ابو تريكه وبركات وفي لعيبه طالعه صغيرين، لكن مش قادر، مع انه لما راح تليفونات بني سويف تالق وكسر الدنيا احمد.